في هذا اليوم، يوم النصر الأكبر، يسعدني ويشرفني أن أقدم إلى حضراتكم رمز الصمود معالي المستشار الدكتور النائب العام عبد المجيد محمود. الذي أعبائه الجسام، لكن كل مشغولياته تتضاءل أمام واجب نحو زملائه وأبنائه وإخوانه قضاة مصر الأجلاء، آثر أن يأتي إليكم شاكرا معبرا عما يقول به خاطره وينطق به وجدان. وقبل أن يتولى سيادته الحديث أقول له: لا يا سيدي، نحن لا نشكر، وسيادتكم أنتم الذين تستحقون الشكر بتمهيدكم لنا هذه الوقفة الجسورة التي عبرت بحق عن معدن قضاة مصر. فليتفضل.